يا أهل أندلس لله دركم، ماء وظل وأشجار وأنهار، ما جنة الخلد إلا في دياركم، ولو تخيرت هذا لكنت أختار. نرحب بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، وكما جرت العادة نرحب مع بعض بضيفنا، ضيف حصة اليوم، الوجه الآخر، الأستاذ، الفنان، الباحث ومدير أوبرا الجزائر نور الدين السعودي. نور الدين السعودي، لك مسار كثيف ومتنوع. عينت مؤخرا كمدير لأوبرا الجزائر بعدما كنت من 1994 إلى غاية 2001. كونك باحث في حقبة ما قبل التاريخ وفي مجال الجيولوجيا، مديراً للمركز الوطني للأبحاث الأنثروبولوجية التاريخ ما قبل التاريخ، وأيضاً بالتدريس والفن والموسيقى الأندلسية، متشبت بالتراث ومتطلع للبحث والتجديد من خلال إبداعاتك الفنية، ومنها نوبة زيرية. نوبة زيرية، مرحبا بك. الله يهنيك. سي نور الدين السعودي، الله يسلمك. نشكركم على هذه الدعوة. هذه شرفتنا بحضورك. شرفتيني انت ثاني، وتكلمتي اول شيء بالتشريف الاول هو لي. نعم، لابن خفاجة. ابن خفاجة، يا اهل الاندلس لله دركم. شاعر كبير، شاعر الاندلس، وكان يعني يوصف بالشاعر الجنان، كان يحب الطبيعة ويحب بلاده. نعم. الأندلس، بلاد الأندلس. نعم، شكرا على هذا الالتفات. قبل ما نبدأ حديثنا هذا الفني، سؤال بسيط للأستاذ: إن كانت هناك علاقة ما بين الجيولوجيا والأنثروبولوجيا من جهة والموسيقى من جهة أخرى، واش يكون وجه التقارب بالنسبة لك كباحث وفنان في نفس الوقت؟ سؤال كبير كبير ولازم نصيبوا له الحل نتاعو. والله لكل حال، هما في كلتا المجالين هما تراث. نعم، واحد تراث مادي. نعم. واحد تراث روحي. والانسان يعني هو بذاته في هاد الزوج حوايج، يعني كل واحد فينا عنده الروح وعنده العقل وعنده الجسد، وكل امر يحتاج للامر الاخر باش يكملوا. الجيولوجيا هي المادة اللي احنا عايشين فيها واللي منها نتغداو، والموسيقى هي اللي تغذينا الروح والعقل وتخلينا كما نقولوا ننطلقوا في المستقبل بتفاؤل. الإنسان دائما يتجاوز المراحل والصعاب اللي تكون عنده بفضل كل مادة او التراث الا مادي، باش يكون توازن. توازن يعني لازم دائما ما بين الروحي المادي ولا مادي. الحياة بصفة عامة دائما فيها الازدواجية. نعم. عند الصيني يقولوا لو يين ليون. نعم. كان الابيض والاكحل، كان لا لوميير الى 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 تيناب، الروح والجسد، يعني في كل امر كاين. وكي ناخذوا الانسان هو بذاته، الانسان عنده هاد زوج ميزات. عنده قلب نابض اللي هي لو ريتم او الايقاع، وعنده الصوت اللي هي لا ميلودي. نعم. وكي نجملوهم ما بين الروح والإيقاع تعطينا الموسيقى. قل لي سي نور الدين السعودي. مانيش من السعودية. ماشي من كاين. اقترحت هذا السؤال والله، غير قالوا لي طرحي له هذا السؤال، اسكو عنده جذور ولا عنده جذور؟ نتاعي من هنا، من الجزائر. والكلمة هذه من السعد، وإن شاء الله نكونوا يعني نسعدوا نفوسنا ونسعدوا اللي يكونوا. إن شاء الله. يكون إن شاء الله. ومنها مشتقة من سعودي، سعدي، سعيد، يعني الاسم يعني نتاع فال مليح، فال الزين كما نقول. فال الزين. وباش نقعدوا في هذا الفال والسعودي، نقول لك واحدة تاع السعود. لو كان السعود يتنجر من عود، النجر ميات عود بيدي يا وحدي، لكن السعود في يدك يا معبود، يا سقم السعود سقم لي سعدي.
شابة هذه هذه كانت مشتقة من مشتقة من الاسم نتاع السعودي ما شاء الله. كان فيها بتيت أنيكدوت، كنت مشيت للبرتغال مع نعم. الجمعية الموسيقية، نعم. وكان فيه مقال في الجورنال وحطوا يعني الجوق الأوركاس سو لا ديريكسيون دو السعودي. الناس قالت كيفاش ما صابوش حتى يروحوا للسعودية يجيبوا واحد يقود الجوق. وما تعرفوا باللي أنك جزائري مع الفرقة الجزائرية. الفرقة الجزائرية. من هو نور الدين السعودي؟ أنا قدمتك يعني كباحث، كأستاذ، كفنان، كمدير أوبرا الجزائر، حدثنا شوية. سؤال صعيب، سؤال صعيب يعني مش الإنسان يقدر. أنا عاشق للدنيا، عاشق للحياة، عاشق لكل حاجة يعني عندها رمز وعندها أساس، يعني كل حاجة عندها سونس، عن روحية ولا مادية، أنا عاشق لهذه الأمور. لكن الإنسان مش يعرف روحه، صعيب صعيب صعيب. صح. كيف كانت الطفولة ديالك كي كنت سعيدة. صغير؟ ان بو توربولون بلاك يقولوا. نعم. كنت ونمس كل حاجة، كل حاجة لازم نمسها ونعرفها باش تتعلم ونتعلم، وكل حاجة نوصلها ونشوف واش كاين الدخل. ما شاء الله كيغيو بزاف، دونك بزاف. وكي تتكسر نخبيها خاطر ما يحوسوا عليها، هذيك الحاجة ما شفتوهاش، شرق برق، حتى واحد ما شافها، السما الازرق حتى واحد ما شافها، وما عرفوا بلي كاين بعد. نوري برك نور الدين ما شاء الله كيفاش كنت صغير. شحال كان في عمرك هنا نور الدين؟ واحد 18 عام. 18 18 سنة. لا أنا نعطي لك 4 سنوات. هذه نهار كما يقولون نهار الختانة بدات. وربع سنوات؟ ربع سنوات. ما شاء الله جبتها صحيح. لا 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 نو، 4 سنوات نهار ما شاء الطهارة. الله. احكي لنا على هذاك اليوم تاع الطهاره، واش يذكر لك، واش تفكر في هذاك اليوم؟ كيفاش يقولوا ستان باساج انيسياتيك، يعني الانسان يجوز من مرحله الى مرحله. نعم. من بعدها الانسان يحس باللي راهو يعني انسان تجاوز هذيك الطفوله، ولو صغير ولكن لازم يتكلموا معاك، يتكلموا كانك راجل رويجل كما نقولوا، يعني ينضج. عندك كلمه وعندك الله الله. وين مزيود نور الدين السعودي؟ واحد الحومه يقول لها فونتان فريش. الله الله. وحنا بالدارجه نقول لها فونتان فريشك. فريشك كيما نقولوا مدام لافريك، ودار بابا سيدي في مدام لافريك. دونك حياتي ما بين فونتان فريش ومدام لافريك. عندنا ثقافتين، الثقافه الاصليه للانسان والثقافه داكوي اللي هي ثقافه العاصمه. اذا وكان فيه مزج كبير يعني الى حد ما، كان فيه واحد المزج. والجزائر العاصمة كمدينة ال سي تونريشي بهذاك المزج هذاك ما بين الأصالة نتاعها والأصالات اللي جات كما نقولوا من بلاد قبايل ولا من بسكرة ولا أمور هكذا، والأمور اندمجت في هذه العاصمة. لكن من بعد ما ولاش اندماج، ولات جوكستابوزيسيون، ولات اون سورت دو غيتويزاسيون دي كولتور اي دي اتيتود. الثمانينات الفوق ولا بالسبعينات الفوق الامور شويه. نعم. حبسنا هنا الكوتي بوليتيك دوك ندوزو. صح. قول لي في الطهاره ديالك شكون، اسكو درتو الالي، درتو جوق، اسكو كيفاش كان الفرح، كيفاش كان في البيت يعني؟ ولا كانت في دار بابا سيدي في مدام افريك. عندي ذاكره لهذاك الوقت يعني نشفى. تشفى مليح نشفى مليح الكل. وكنت نتكلم مع خويا اللي كبر مني. نعم. عندنا عامين ما بيناتنا. نعم. دوك هو كان في عمره 6 سنين ما يشفاش. سبحان الله. سيتي بدال كان تروماتيزم تغيب. سبحان الله. مي بصح انا نشفى من الاول للاخر. كنت قادر نجيب اللبسات هذوك اللي لبسناهم، الله الله تاع الفتيل ومش عارف كيفاش، الكنتير والنجوم والكنتير وكامل الامي ما هي اللي واساتهم. هذاك السروال تستيفا فوالا، والدعيه بدعيه. نعم. طربوش هذاك ماشي طربوش، ان كيبي. اي لا فوتو افي ان رول تري امبورطون على ليبوك، يعني دركا تيك تالمون صوروا ولات ما عندهاش. بصح هذاك الوقت الانسان يروح باش يخلد هذاك الوقت هذاك. نعم. دونك عندنا جو با سول، كاين بزاف لي فامي الجيريان. نعم. سيتي سا. يروح الانسان في الواليمه يروح يخلد. صح. الوقت هذاك بدال اي دونك سيت ان انستونتاني تاع. نعم. وقت معين. نعم. في حياه الانسان. نعم. واش تتذكر يعني من الوالده من الوالد في المدرسه ديالك كي دخلت صغير؟
نشوف باللي الوالدين كان ان غرو ساكريفيس، ولكن حنا دراري ما نحسوش، ما خلوناش نحسو بهذاك الامر هذاك. يعني كاين امور اللي كانوا ينحيوها كما يقولوا من عندهم ولا، ولكن ما يخلوش الطفل نتاعهم يحس بال باش يحميوه باش يحميوه. يكون راسوري و لا مامون ايفيدامون ا جوي ان رول فوندامونتال. Bon, mon père est parti très jeune, donc la maman a joué un rôle très important, surtout quand tu as le chier ou quand tu as le chier, ou quand tu as le chier, ou quand tu as le chier, ou quand tu as le chier. Ou quand tu as le chier, tu as le curieux, transmission orale. Une transmission orale. Alors, la transmission, non seulement la transmission de l'histoire de la famille, mais la transmission aussi, tu as, par exemple, je vais donner un exemple. وين نحس باللي الامر امر هايل وبالك اللي راح نفاجئكم به. تقول لي الناس يقولوا العجوزه راس السنه، راس يعني السنة. تقول لي احنا نقولوا العجوزه ثاني. لا العجوزه نعم هي نقولوها صح. تقول لي هي ماشي العجوزه. تقول لي برك الناس ما تقول لي الحاجوزه، سيتادير رانا في وقت ما بين دو انفلونس دو كليماتيك، يعني نجوزوا من سيزون السيزون، وكاين اذا حد صح. دونك صبت باللي معقول يعني المعنى عندها يعني صح. بعد علمي نعم. كبير نعم. وكي نشوفوا احنا كما نقولوا جدودنا عايشين مع الفصول مع الطبيعه، اذا عارفين وقت الغرس وقتاش، وقت الحصاد وقتاش، وقت الحرث وقتاش الى اخره. دونك هذاك الاخر deux influences climatiques, deux saisons, deux périodes, l'une par rapport à l'autre. L'une, elle est encore froide, l'autre, elle n'est pas encore chaude, mais elle garde encore les stigmates de la fraîcheur. Et au milieu, il y a un hajz ou la hajz. C'est l'explication qu'elle m'a donnée. Allahu a'lam. Très intéressant. Je trouve que c'est... ça a une profondeur, ça a du sens. C'est voilà, ça. Ça a du sens. Oui. Donc la djouza, elle est rahat, c'est beau l'absa, puisque c'est le kelma de la djouza. La djouza, où est-ce que c'est ? Eh bien, la djouza rahat, j'ai dit qu'il m'a dit, c'est le fait, je suis un art, pour que tu te fasses un voilà, donc on construit sur un fait réel, on va construire une histoire oui. qui va devenir un mythe. Oui. كما اليوم يقولوا يما غورايا في بجايه ولا غورايا في من جيت شنوا باللي تانيك مراه ودارت هكذا ودارت هكذا، وهي في الحقيقه عند لي فوندال بكري سي غور اي ايا، دونك الجبل والبحر والبحر بصح هما داروا عليها تاني اون ليجوند. وهذه وي سي سا سي اي ابري سا دوفيان دي زيليمون دون ايدنتيتي sur lesquels on construit comme on dit un parcours اليوم شكون ما يعرفش العجوزه ولا يناير ولا سي ا ترافير tout le pays. يعني ce sont des choses qui rapprochent et dans lesquelles il y a une reconnaissance كل واحد يتعرفوا من هذا الامور. وبالك ربما سي نور الدين كانوا يهضروها للاطفال باش يفهموا بروميير دوغري، بالك ربما يفهموا لهم شنو هو يناير هذه، شي فرحوا فرحه كيما اليوم لو بير نويل ولا مثلا ان اكزيست با مي بور تو الموند سي اون رياليتي موجوده، ويجي في الليل وتعطي له الاسئله نتاعك ويجيب لك واش حبيتي. نعم هذه للاطفال يعني للأطفال. نعم. ونور الدين السعودي كيفاش كنت يعني اول درس نتاعك في الموسيقى مثلا مع من، شكون هما لي موديل النموذج اللي خلاك؟ كان واحد تاعنا غني بالامور هذه الثقافيه، مثلا البيبليوتيك كانوا في كل مكان حي كاين بيبليوتيك، مثلا مكتبه يعني كنا نقراو الكتابات، ما كانش دار ما فيش كتابات. اليوم رانا مع الانترنت ومع لا تلفزيون شويه الانسان سوتو الدراري. وعندنا جارنا في مدام لافريك. نعم. نقول مدام لافريك ايه هذا نتفكروا والله الله جارنا الحيط الحيط مع دار بابا سيدي عبد الكريم حمصاجي ما شاء الله دونك شيخ يعني في ال وكما حكيت في قصه واحد النهار عرس جاب الي ليل كامل وانا نشوف تما في الاليو كان لاج جافي بتات 10 ans
من بعد عرفت بلي هذاك اللي جابوه كيما سوبجوغي سيتي عبد الكريم داري الله الله مع كامل جماعته. الله الله وانا قاعد ايه عبد الكريم دالي و دابور محمصاجي ومن محمصاجي بعد عبد دابور الكريم داري نعم ايه ومن بعد بالحسين ومن بعد في الخارجي جيت نعم من بك في الخارجي ونيليس في الحوزي الله يبارك فريد وجدي. مالا تقدر تجيب لنا كاش حويجه علمك علموها لك المشايخ تاع زمان كيفاش بديت كيفاش عندي بزاف ما غنيتش. ايه الله الله واش تجيب لنا الانقلاب الأول اللي غنيته في حياتي وش هو يا من له أبدع صفاتي يا غصن يا بهجة يا قمر غبت ولم يأتي منك آتي فاستوحش السمع والبصر يا أيها المازح البعيد جاءت بأنفاسك رياح يا منية القلب غيبت عني الليل عندي بلا الله 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 ما شاء الله ما شاء هذا شكون اللي علمه لك الانقلاب؟ عبد الكريم دالي. ما شاء الله كان صوت وكان شيخ بمعنى الكلمه يعني كونتون دي كي يكون عندنا كما نقولوا مشايخ كما هادو الانسان ما يقدرش ما يتاثرش بال 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 وحنا كان عندنا هذاك الحظ عبد الكريم دالي عبد الكريم حمصاجي هو الاول في الانيسياسيون اكسترا اوردينار نعم ومن بعد في يجي عبد الكريم دالي لا تسمعي الصوت تقولي فوالا يتجلبك تقولي لازم نكون نعم وكي كنا عنده شحال كان في عمرنا 10 12 تما اللي سجل هذيك الاغنيه صحايتكم نعم وللان مازال ما جاش واحد كما نقولوا يقدر ينسينا في 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 عبد الكريم دالي نهار العيد بصحة عيدكم. احنا نقدروا نقولوا بان محظوظين يعني لحقنا لهذوك المشايخ الكبار اللي علمونا خاطر الموسيقى هذه ما تتعلمش غير تقنيه العزف ولا تقنيه في الصوت ولا تتعلم ثقافه. بارك الله فيك شكرا. تربيه. دائما نقول لهم انا باللي واش تعلمت من المشايخ تاعي ما تعلمتش الموسيقى. نعم. تعلمت ان ار دو فيفغ. أنا بالذات وعلى بالي باللي في كل الميادين وماشي غير في هذا النوع بالذات نعم. في جميع الانواع الشيخ إلي انديسبونسابل ما يقدرش يكون خطر ان غيد سي ان غيد اكزاكتومون كيما لو غيد سبيريتوال ابسولومون سي اكزاكتومون عندنا لو غيد خطر كي نشوف الامور اليوم اللي راني نحس كيفاش كنت وكيفاش كانوا وكيفاش كانوا يتعاملوا كيفاش كانوا يقعدوا كيفاش يجلسوا كيفاش يغنيوا مثلا يقول لك هذيك النقطه ما تواسيهاش انت ما تفهميش وما تعرف بلي هذيك النقطه في المول كان نواسيها راني دخلت في موضوع واحد اخر راني دخلت في طبع واحد اخر راني دخلت كما نقولوا في مجال اللي نعم. ما يشبهش المجال ونعرفوا بلي الموسيقى الاندلسيه مثلا نعم. كلها سي دي نيونس ما بين طبع والاخر كي ناخذوا راس الديل كي ناخذوا البايا كي ناخذوا الديل وناخذوا الموال راهم كامل في الموال نعم. ولكن كل واحد عنده لا نيونس خصوصيات ديالو وكاين طبع ما نقدروش نخلطوه مع طبع اخر وكاين طبع يجي نمزجوه مع طبع اخر يجي مليح معاه الزيدان والغريب ولا رصد الديل ومع المايا نعم il devient un guide dans l'apprentissage هذا اليوم كي نشوف مثلا avec la disparition de احمد سري الله يرحمه الله يرحمه برحمه الله نحس باللي nous sommes arrivés au bout de
دون ايستوار، دابا نقول دون باللي شان. دون شا نعم، اكزاكتومون. نحس لا باللي ليني لا هذيك، ليني، لا نحس ليني. باللي احمد سري ايت ان بو لو ديرني وي دو سيت مانيير وي ديكزيرسي دو فير. وي وي مازالنا الشيخ واسمه ربي يطول عمره الشيخ خزناجي كي اونكور دون سيت دون سيت نحييوه. نعم حي، نحييوه بالمناسبه. نعم لكن نحس باللي رانا في نهايه طور، نعم نهايه ان سيكل d'apprentissage. Donc l'apprentissage devient l'apprentissage نتاع le CD نتاع ما يقدرش يعطيك هذيك صح. la spiritualité اللي كنا نحكيو عليها نعم tout à نعم نعم l'heure. الروح الثقافة الروحية. الروحية. سي نور الدين السعودي، كلمنا شوية على هذه نوبة جزائرية في حياتي. ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الإنسان يتعلم. نعم. المرحلة الثانية يعلم، يولي هو يعلم. نعم. والمرحلة الثالثة يعني حبيت نعرف وين وجودي، وين راني في هذه المرحلة هذه، ولا كذلك إلى نقدروا اليوم يعني نديروا أمور تشبه الـ 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 نعم. حبيت يعني يكون لي وجودي وجود. ما شاء الله. وقلت باش نحاول ندير عمل يشبه النوبة، ولكن ما حبيتش ناخذ الطبع من طبوع نتاع النوبة. إذا اخترت الطبع الساحلي. نعم. اللي في العربية يقولوا طبع النهاوند. نهاوند. وفي لو مينور. يعطيك الصحة. وفي اوكسيدونتال يعني في الغرب. مينور اكزاكتومون. نعم. وفي قسنطينة يسموه الرهاوي. الرهاوي. إذا نعم. وبنيت عليه يعني بنية تشبه البنية تاع النوبة، المصدر الطايحي، درج الانصراف والخلاص، وسيلة انقلاب في الـ في الـ في الـ في الأول. في الأول يعني باش تفتح به يعني. وكان فيه كان فيه صدى كبير. نعم. الناس اللي رفضوا، الناس اللي كونترير رحبوا بالامور، وكان الناس جاوا لي قالوا لي راك فتحت لنا ابواب يعني. وفي الاندلس بفضل ابن باجه وبفضل زرياب وبفضل الموشح والزاجل داروا لنا هذيك الوصله وتقدمت وتقدمت الامور. نعم. حتى ولات يعني هذوك الوصلات زادوا غدا والعالم بدات يعني كي نشوفوا. نعم. لي سيمفوني ماخوذين من التناوب نتاع النوبات، كي نشوفوا الوصله. نعم. كي نشوفوا مثلا الموشحات والاسجال نشوفوا باللي يا في كما نقولوا لي بويم شيفالوريسك الى اخره اللي. نعم. خداتهم اوروبا يعني وبداوا. نعم. يداولوا منهم لي تروبادور لي تروفير. يعطيك الصحه. طرب. نعم. ومن بعد حتى هذوك الموشحات والاسجال زادوا مشاو الى الشرق. نعم. هما كما يقولوا من صنع مغاربي مغربي. صح. يعني اوكسيدونتال. حلب ولبنان وكل حتى في السعوديه قال لك كما سي السعودي موجود موجود الموشح وموجود الزجل وموجود يعني موجود الوصله كلها من الاندلس من من الاندلس والمغرب يعني ما نساوش بلي ما فيه لا شنغان لا فرونتيير لا والو يعني نفس ما فيهش. المحيط الجيو. نعم. سياسي ديني يعني. نعم. كله حتى البلاد الاندلس ساعات ننساو بلي المغرب لعب دور كبير يعني كل حاجه نقولوها يعني من الاندلس لكن كي نشوفوا. نعم. هذا الابداع هذا ابداع حتى المشايخ تاعنا واحد يتحبيه انت بزاف إيه. ونفكرك فيه. نعم. الله يرحمه حميدو جايدير الله يرحمه برحمته الله هو اللي جابني الإذاعة والتلفزة الوطنية وأنا صغيرة هو وشيخي وبدأ هو تاني بدأ يعني ما يعرفوش ولكن. نعم. إذن وش كنت تقولي صحيح كي نشوفوا مثلا الشعب اليوم لو كان ما كانش الحاج محمد العنقا اللي جا واحد النهار الى اوبيري اون 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 فيريتابل يعني ريفولوسيون دو لار اونوري با الشعب تاع اللي راهو لازم دائما الشعبي مشتق من الاندلس الاندلسي من الموسيقى الاندلسيه طبوع نعم وحنا اليوم نعم رانا شويه حابسين اي وتولي تاني سي نور الدين خويا الموسيقى تولي ميته إلا ما كانتش فيها حيوية وفيها يعني أنت تجيب لها إن سنسيبيليتي تجيب لها دي نيونس دي كولور إن ريتمي كيما راك بدعت في هذه نوبة جزائرية وعطينا مقطع منها باش نسمعوا المشاهد الكريم حاجة صغيرة راحتي شرب العقار وذهبي وصل الخاليل اه يا لالان اه يا لالان اه يا لالان اه يا لالان عن شعاع شمس الأصيل اه يا لالان
أسقنا من سلسبيل، أسقنا من سلسبيل. ما شاء الله ما شاء الله. وكيفاش كانت الكلمات يعني مأخوذة من النصوص الشعرية من التراث؟ نعم الشبه اللغة. نعم شكون كاين سور دو سينتيز نتاع الموسيقى الأندلسية. نعم والموسيقى الأندلسية جوستومون سي اون سينتيز دو تو لي زابور و تري ريش. وعلى هذه كي نقول لك محسوب ما لازمش نحصروا كل الموسيقى الأندلسية في ميتيسي. الي ميتيسي الا فواياجي سي اون سينتيز سافرت elle s'est enrichie de tous les apports et surtout des apports locaux تاعنا في قالب يكون قالب مهيكل ستركتوري علمي عندنا كما نقولوا كل طبع كي نجوزوا من طبع الى اخر هذوك يعني كلها سميروار دو لاتر ا مومون بريسي دو لا جورني كما نقولوا و دو لا سيزون ولا ناخذوا الديل الموال زيدنا كعلى بالك كل واحد يعطيك رنده اللي ما تسمعيها غير في هذاك الوقت كي نشوفوا رمل المايا نبداو بها العرس صح وهي بكري هذاك هو الطبع اللي نتاع تاع الوقت نتاع الساعه تاع الليل صح نشوفوا مثلا الرهاوي ولا رصديل دائما في الصبحيه صح في قيانه نايم الى اخره نعم. دائما يعني في الاشعار في النص الشعري نعرفوا الى وين واش من وقت رانا واش من وقت رانا فيه نور الدين السعودي لو سكت الشعر لو سكتت الموسيقى نيتش بروست الإمام الغزالي كلهم تكلموا نعم ناخذ الغزالي الغزالي تفضل من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج الحياة نتاعنا إذا ما كاش موسيقى ما كاش وجود الوجود كله بالموسيقى نسمعوا الأطيار نسمعوا المياه نسمعوا كله موسيقى يعني كي نشوفوا الدنيا مبنية على الموسيقى ناخذوا مثلا النهار يجوز بالضون تاعو سي اون ريتم سي تا ريتم ايقاع ناخذوا كيما نقولوا لي سيزون سي لا ميم شوز ايقاع ناخذوا الحياه هي كذلك ايقاع وعلى هذه اللي تبنات النوبه خاطر النوبه كذلك هي تبدا ثقيله وبعد تبدا تسرع وبعد تبدا تخفف ومن تخلص مع الخلاص الحياه نفس الشيء ولكن كي تخلص تبدا نوبه اخرى معناتها فوالا يا نوتر سيكل كي كومونس دونك هذه هي سنه الحياه جدودنا ايلون ايلوستري بالنوبه وكي تخلص النوبه تبدا نوبه واحده اخرى ويكملوا حتى 24 وكي تخلص 24 تعاود من دار جديد بالنوبه يعني يجوز كل واحد ودالته كل واحد ودالته انتم تدخلوا احنا خاطر ما نوصلوش لافيسال انتم خيط وصل الماء الداله يقولون نوبتك نوبتي صح لان نوصلوها ثاني دوك النوبه مليح لا خاطر المراه اليوم ثاني راهي شفتي تخدم حتى هي مالا الراجل اللي مي ان تي بو لا مي على بات يعاون لا كونديسيون كل مسخون مسخون صح قل لي نور الدين كيفاش تشوف المشهد الفني اليوم في الجزائر الكرش مازال تجيب نعم لكن السيستم بالك هو اللي خلى الناس ولينا نبوكسي وكاع في لا ميم كاتيجوري ما كاش واحد فوق الاخر وهذه كاين فواباس كاين باريتون كاين تينور بليزيور في المراه ميزو سوبرانو التو كونترالتو وكولوراتو وكاين اللي عنده موهبه وكان اللي ما عندوش وكان اللي نعم. جيني عملاق يعني وهذه سنة الحياة ما نخرجوش منها لكن لو سيستيم في بالك باللي بقات وماشي غير في الموسيقى في كامل ما نشوفوا مثلا السبور ولا فوتبول ولا سي اكزاكتومون لا ميم شوز لازم إعادة النظر في هذا الأمر هذا باش كيكون فيه نحسوا الموهبة هذيك الموهبة لازم أو كونتخير نزيدوا ندفعوها للامام دونك المشهد الفني اليوم تشوفوه شويه 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 فيه شويه انحطاط يعني في نعم. وخاصه في الذوق نتاعنا جبل ربي الذوق نتاعنا شويه نقص ولينا نقبلوا بكل شيء ولينا نقبلوا بكل شيء وخاصه اليوم فيه تقنيات اللي تخلي الانسان
يبرز بسهوله ويسجل بسهوله ويطلع على المنصه بسهوله الى اخره، وهذاك اللي كانت عنده ممكن قدرات يبقى مشبك مع العامه. نعم. ما يقدرش يعني يبرز اكثر من هذاك الشيء. نعم. هذاك لا ميوزيك اكوستيك رانا ما نسمعوهاش في الجزائر، يعني قليله بزاف نادره. كل انسان عنده حقه في الحياه. هذاك اللي حب يواسي لاكوستيك لازم يكون عنده حقه في الوجود. وهذاك اللي حب يدير كما نقولوا الالكترونيك الالكتريك الى اخره كذلك عنده ما لازم يكون فيه توازن. مثلا لابواتا ريتم. نعم. في بلدان واحده اخرى عيب يعني في سي سي ساكريلاج. وي وي. ولكن اليوم حنا عندنا شغل حاجه عاديه او كونترير. نعم. لازم تكون في لابواتا ريتم. نعم. وراك يا خليفي احمد. آه. وراك يا احمد وهبي. صح. وراك يا واسمو مثلا كي نقول لهم انا زروقي علاوة ما يعرفوش، يعرفوا علاوة جديد ما يعرفوش زروقي لا غراند فوا لو روسينيول لو روسينيول كما كيل شانتي. يعني اليوم ولينا ما ندوقوش ما نسمعوش سي دو ريتم. وي يا با دو ريتم سا نوز انتيريس با. لا حتى في الغرب عندهم الروك وعندهم البلوز وعندهم الفولك وعندهم الموسيقى الكلاسيكيه وعندهم السيمفونيه وعندهم الموسيقى ثاني الميوزيك دو فاريتي اللي هي بازي سور لو تيكست وهذه تري تري بال. لازم يكونوا واعيين، يكون فيه وعي في هذا الميدان هذا باش تبقى الاصاله في هذا الميدان. نعم. ولكن الابداع يبقى، الابداع لازم يكون. نعم. سي نور الدين سعودي نطرح عليك. انا خلصت. مازال سي نور الدين السعودي، واش هي الصفة اللي تحبها عند المرأة؟ كيفاش يقولوا القابلية حتى تقسم الحياة يعني لو بارتاج. لو بارتاج. والصفة اللي تحبها عند الرجل؟ يكون عنده قدرة الحماية يعني يحمي. ايه. ما شاء الله. اون دو فو كاليتي. بالك لا جينيروزيتي. فنان. الصفة اللي تحبها عند المبدع؟ يكون مهبول. اي. ومجروح. ومجروح. باش وي. باش يزيد. يهوم. يهوم ويبدع. واش هي السعادة بالنسبة لك؟ tout en sachant que le bonheur n'est pas un état continu يعني. السعادة اللي هي بريب. كي بنادم يشوف أهله سعادة، حتى والإنسان لما كان سعيد ولكن يشوف الأهل تاعه سعادة، هذاك هي السعادة لي. واش هي المقولة اللي تقويك في الحياة؟ dans le négatif il y a toujours du positif. le négatif absolu n'existe pas. مثلا une mauvaise expérience n'est jamais une mauvaise expérience justement حتى تخلي الإنسان يتعلم منها من هذيك ويخرج بلو فور. ويخرج بلو فور. دونك دون لي نيجاتيف يا توجور لو بوزيتيف. نور الدين كي نقول لك بن قيطون واش تقول لي؟ شاعر بن قيطون. شاعر من واحد المنطقة منطقة المسكرة وبالذات من مدينة سيدي خالد. نعم. وشاعر يعني معروف بالروعة نتاعو حيزية. هي ماهيش غير قصة حب، هي كذلك يعني عندها من ناحيه المعنى، عندها معنى كبيره من ناحيه الانثروبولوجيه. مثلا هي مراه على محيط، على مجتمع في هذاك الوقت نتاع ذاكره شعبيه. ذاكره شعبيه، مجتمع نتاع القرن التاسع عشر. نعم. كذلك هي من ناحيه التوبونيميه كي نشوفوا خاطر فيه تدرج نتاع هذيك المجتمع اللي كان يمشي. نعم. للتل ويعاود يهبط، دونك يسمي كل بقعه بالاسم تاعها، هذه يعني حاجه تعطينا معلومات كبيرة. معلومات يعني. وكذلك هو شاعر معروف بهد الشعر نتاعو اللي هو عمودي، دونك يشبهوه بالمعلقات. ولكن للاسف معروف غير بهذه القصيده، الوغ هو وعنده قصائد ما شاء الله. قصائد وقصائد. واش هي العلاقه اللي تربطك به؟ هو جد الوالده، جد يما. ما شاء الله ما شاء الله. ديريكت. 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 مباشر. مباشر. ما شاء الله. وحتى بابا سيدي كان شويه وليده كان. نعم. يكتب بالشعر، ولكن كي يكون في العائلة واحد كبير الأخر وحتى وعنده موهبة شوية يجبد روحه يحشم من الكبير. بابا سيدي كان عنده كذلك شعر، كان إمام هنا في العاصمة معروف. ما شاء الله. قل لي نور الدين السعودي كأستاذ وباحث
وفنان اليوم، ومبروك عليك يعني على المنصب هذا اللي خديته كمدير أوبرا الجزائر. وش هما المشاريع يعني الإبداعية اللي راكم تحضروا فيها كمسؤول على هذه الهيئة هذه، وكإنسان غير على بلادي ونغير على التراث نتاع بلادي؟ من الحلم أو الأحلام نتاعي هي تتبلور التراث هذا اللي موجود عندنا، سواء كان حيزية ولا فاطمة سومر ولا داسين تاع تين هنان ولا إلى آخره، يعني والأساطير اللي عندنا نبلوروها في أعمال تكون عندها يعني قوة وتكون عندها معنى وتكون عندها ثقل يعني ثقافي وفني. هذا هو الحلم نتاعي اللي إن شاء الله بفضل بفضلنا كلنا، بفضل الطاقات اللي موجودة، وإن شاء الله كل الأعمال أو الوسائل اللي راح تندار في هذا المحيط نتاع الأوبرا إن شاء الله نجسدوها في هذا الآخر. هذا ونزيدوا كذلك الشطر الثاني هو الأعمال العالمية اللي لازم يكون فيه أعمال عالمية معروفة من ناحية الأوبرا للمجتمع تاعنا متعطش لها ولازم يعرفها. وكذلك العمل على تشجيع الطاقات اللي موجودة الشبانية خاصة، ونعرفوا بلي كي نشوفوا المجتمع تاعنا سي 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 هبال يعني ديناميزم اكسيبسيونيل اكسترا اورديناري. قبل كنت تتكلمي كل الطبوع موجوده، كل الانواع، كل الالوان، كل الانواع، كل اذا هذا الشيء لازم نعرفوا كيفاش نهيكلوه ونقدموه في هذا الاخر. سي ان تشالنج، سي ان ديفي لازم بنادم بور لو بونور ان شاء الله دو نو توس. والحلم نتاعي كي نشوف الناس كامله مستفه وتستنى وقتاش تدخل وشتا تصب ما شاء الله، والناس بلي فورير وبردانين وكامل بالبابيون وكامل بالبوسترات ولي غوب دو سواري الى اخره، وداخلين لوبيرا ان شاء الله كي اليوم. وقتاش ان شاء الله هذا اليوم؟ ما بقى قد اللي فات، ما بقى قد اللي فات، نزيدوا نصبروا شويه. ما بقاش بزاف، ما بقاش بزاف. وانا فرحانه بزاف باوبرا الجزائر الله. وفرحانه بك الله يسلمك، يعني فنان وفي هذا المنصب يعني راك في مكانك. الله يسلمك، الله يسلمك. ثقل كبير، ثقل على بالي، ثقل. كلمة للشبيبة باش يقعدوا يعني متمسكين بالموروث التاريخي الثقافي الفني الجزائري تاعنا. شوفي، ما فيش سر الحياة هو العمل. نعم، ما كاش سر في الحياة أكثر من سر العمل. وفيه يعني ان غراند اوتور اغاب ليباني جبرال خليل جبرال اللي قال بالقاوريه، قال هو كتبها بالعربيه ولكن ترجموها للفرنسيه، الفرنسيه نعم. ايمي لا في، يعني حب الحياه، ايمي لا في اترافير لو ترافاي سي اتر انيسيي او بلوز انتيم سكري دو لا في. بالعربية باش يسمعوا يعني ترجمة شوية. إذا دخلت الحياة من باب العمل فكأنك عرفت أعمق أسرار الوجود. نشكرك جزيل الشكر. أنا نشكرك على حضورك القعدة هذه الحلوة، القعدة هذه وهذا اللقاء الشيق. مدى بينا نجيبوا كلمة. الله الله، ومن اللي بيجي اسمي؟ يلا بسم الله.